تحية صباحية متجددة مشاهدينا. ضيفنا الآن شاب استطاع رغم حداثة سنه أن يضع بصمة قوية في مجال الكتابة القصيرة والطويلة، حيث بدأ رحلته مغردا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت هاشتاج خاص به. هذا الهاشتاج الذي أسماه بقلم عمور كان شرارة انطلاقته. لنتعرف عليه أكثر يسعدنا أن نستضيف مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب القطري عمر المير. صباح النور وأهلا بك. يا هلا أختي، وصبحكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة، وحبيت أقول شكرا على هذه الاستضافة الصراحة الجميلة. يعني يا أهلا فيك. بداية لو سمحت حدثنا عن بدايتك مع الكتابة. والله أنا أخذت الكتابة في البداية هي كهواية، حبيت أن أبدأ أطور من نفسي في مجال آخر بغض النظر عن دراستي، بغض النظر عن أشياء أخرى. بديت أكتب حوالي من 4 سنين تقريبا. كنت أخلي الكتابة لي أنا لشخصي لفترة طويلة، بعدها فترة بعد ما سمعت نصائح من أصدقائي وأخواني، فقالوا لي أبدأ أنشر اللي أنت تكتبه يستاهل النشر. فبديت أنشرها على مركز التواصل الاجتماعي وخصوصا في تويتر، فأطلقت تحت هاشتاج معين عشان يكون سهل الوصول إليه. والحمد لله استمريت تقريبا حوالي 3 سنين، و3 سنين من التطوير، 3 سنين من زيادة الوعي، زيادة المفردات. أخذت كذا فكرة معينة حاولت أطورها، حاولت أن أترك لي بصمة معينة إن كانت حتى في تويتر أو حتى من ناحية نفسية أو شخصية، بما أني بديت أتوسع في القراءة عشان تزيد المفردات عندي ويزيد دائرة الفكر بشكل عام. والحمد لله لما وصلت فترة معينة أو وقت معين شعرت أن أنا في الوقت الحالي أنا قادر أن أنا أبدأ المسيرة الروائية إن كانت أو إن كانت الحقيقية في الكتابة، ألا وهي كتابة أول رواية لي. والحمد لله وصلت لهذا الحلم، يعني اللي أنا كنت أنتظره مثلا من سنين طويلة. يعني سنعود لتحدثنا عن الرواية بالتأكيد عمر، ولكن قبل ذلك حجزت لنفسك قسما في رواية أو في كتاب الكاتب القطري عبد الله فخره ولما تلاقينا. حدثنا عن هذه التجربة، ماذا عنت لك يعني هذا القسم الذي حجزته باسمك في هذه في هذا الكتاب؟ والله عبد الله فخره هو صديق غالي بالنسبة لي، فقال لي أبي أكلمك بموضوع معين يعني، فطرح عليها الفكرة وإنه إيش رأيك. في البداية أنا كنت متخوف الصراحة، إنه حسيت نفسي مش في ذلك الفورمة اللي الشخص اللي يكون جاهز يظهر، لكن تحديت نفسي، حطيت تحدي جديد ان هذه نقطة الابتداء ونقطة بداية بالنسبة لي للظهور، فوافقت. وصراحة بديت اكتب مسودات الاقسام، هي كانت نصوص حوالي 5 إلى 6 نصوص، فبديت أكتبها من ناحية مسودات وأراجعها أول بأول. لما وصلت للفاينل لوك بشكل عام قدمتها لعبد الله، طلبت من رأيه لأن في النهاية هاي كتاب عبد الله. فالحمد لله يعني أعجبته، وصراحة حتى من ناحية الناس لقيت صدى يعني الأقسام هذه. فمن هاللحظة عرفت أنه حلو عمر، أن أنت وصلت لمرحلة معينة، كون جمهور معين، في جمهور ينتظر نكست ستيب حق عمر، ويعني تقدرون تقولون ان هذه كانت البدايه الحقيقيه يعني.
نعم. طيب وعن روايتك لقاء الغرباء، يعني موضوع بحد ذاته شوي هيك فريد من نوعه وغريب، وهي تحكي قصة مايسترو فقد ذاكرته وعن صراعه من بعده، وأخذتنا خلال هذه الرواية ما بين ماضيه وحاضره. خبرنا أكثر عن هذه الرواية. والله أنا يوم حبيت أدخل في عالم الرواية، هو عالم كبير ونفس ما سمعت من روائيين كثار أنه عالم شرس للغاية، فيعني ما في صغير ما في كبير، أهم شيء أن أنت تترك بصمة خاصة فيك. فأنا ما حبيت أن أدخل من الباب الصغير نفس ما يقولون اللي هو مجرد تقليد أي قصة ولا تقليد أي نمط، فحبيت أن أتميز بشيء معين، حبيت أن أنا أخلي روايتي تترك بصمة في عقل كل قارئ قبل أن ما تكون في عالم الرواية، بحكم أني هذه أول رواية لي فتعتبر تجربة جديدة بالنسبة لي. من ناحية الرواية بشكل عام حبيت أن هي تأخذ فكرة عقل القارئ أكثر من أي شيء آخر، فيوم القارئ بيقرأ الرواية ما راح تكون كرواية اعتيادية، يعني راح تبدأ بغموض، راح تتوسطها نوعا من بحثا عن الذات، بحثا عن الشخصية التي فقدت من شخصية الرواية. حلو. مع الوقت لنهاية الرواية راح يلاحظ القارئ أن في شيء غريب قاعد يصير، فاتخذت مبدأ الرواية بشكل عام أن هي فيها رسائل، وفي النهاية أنا دائما أقول هالجملة، لا يوجد فائدة من كتاب إن لم تكن فيه رسائل، فيوم أنت توصل رسائل مبطنة أو رسائل واضحة للقارئ فأعتقد أن أنا ككاتب نجحت في هذه الرواية. لكن إن شاء الله يعني تلقى صدى وإن شاء الله تعجب القراء. نعم. ويعني هذه مش النهاية نفس ما يقولون. نعم أكيد عمر، وجيد أنك لم تكسر غموض آخر الرواية، لنتركها لقراءنا ولمشاهدينا بالتأكيد بعد قراءة الرواية والتعرف على الغموض الذي يكتنف آخرها. عمر، لك أيضا مشاركات في معارض كتاب، شاركت مع دار روزا للنشر في معرض الكويت للكتاب، كانت هذه مشاركة لك، وأنت الآن أيضا ستشارك في معرض الدوحة للكتاب والذي سيقام في 29 من شهر نوفمبر. ماذا تعني لك هذه المشاركات في معارض الكتب، ولماذا هو مهم أن تكون متواجدا هناك؟ والله معارض الكتب هم نفس ما يقولون هو تقدير للكاتب. أول شيء أنا كان كلي فخر وأتشرف أن أنا حضرت في معرض الكويت للكتاب لأول مرة وكزائر وككاتب، صراحة التقيت في العديد من الناس، لقينا ترحيب كبير، كنا بإذن الله أن احنا كنا خير ممثلين لجناح قطر هناك تابعين لوزارة الثقافة والرياضة مع دار روزا للنشر اللي هي تبنت روايتي الأولى. كان بمثابة أول معرض كتاب لي، كان بحد ذاته فخر أن أنا أقف هناك وأتحاور مع الناس وأحاول أن أتخاطب مع الكبير ومع الصغير، مع اللي حاب يكتب، مع اللي كتب، مع اللي قاعد يسعى وراء حلمه. صراحة هاي اللحظة أو هذه الفترة بالنسبة حق الكاتب هي تكريم لجهوده، يوم يوقف و يكلم الناس عن روايته ويشوف انه في اقبال على روايته، فهذه كافيه وصراحه تقدير لذاته وفرح ان جهوده اثمرت بهذه الوقفه والكلام اللي دار بينه وبين الناس. فانا صراحه من ناحيه الشعور ان انا اول معرض حضرته ككاتب في الكويت كنت رايح لمدة 4 أيام، وكانت 4 أيام جميلة جدا جدا يعني، وأنا قلتها وراح تتم. نعم. وستظل في يمكن من أجمل أيام حياتي يعني. نعم. طيب عمر، متى نتوقع أن يعني نقرأ لك جديد؟ هل جاهز أم يعني بعدك بعدك انتهيت هلأ من روايتك؟
والله جديد الروايات أو الرواية الثانية يمكن شوي الموضوع يعني بدري للحين، لكن إن شاء الله راح يكون في جديد في ناحية التخطيط للحين، أنا في كتابة المسودات، في تصليح بعض الأخطاء، في يعني محاولة اكتشاف نمط جديد. إن شاء الله نقدر نقول في المعرض القادم، في معرض الدوحة القادم إن شاء الله راح يكون فيه جديد إن شاء الله. على كل حال نترقب أي جديد لك الكاتب القطري عمر المير. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة، وطبعا كل التوفيق والنجاح الدائم لك. شكرا، شكرا جزيلا.